أعلنت أرمينيا وأذربيجان الاتفاق مجددا على وقف إطلاق النار بعد مقتل 3 جنود من أرمينيا في اشتباكات مسلحة مع أذربيجان. وقالت أرمينيا إن 3 من جنودها قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع أذربيجان، وتوصل الجانبان بوساطة روسية على وقف إطلاق النار في محاولة لتهدئة التوترات. ويعد الحادث أسوأ اشتباك عسكري منذ الحرب التي اندلعت بين البلدين حول إقليم ناغورنو كاراباغ العام الماضي.